بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يعني من اللي احنا عارفينه من ساعة ما بدأنا، من وقت ما بدأنا Identification of an unknown solid organic compound، كل الفيديوهات اللي بنعملها دلوقتي كلها بتتكلم عن هذا الموضوع، يعني كيفية التعرف على مركب عضوي صلب مجهول. في الأسابيع الماضية اتكلمنا عن الفينولات والأحماض الكربوكسيلية وأملاحها، وفي فيديو سابق اتكلمنا فيها عن الأملات الأروماتية واليوريا، اتكلمنا عن السلفانيليك أسيد وأملاح الأنيلية. فرأيت إننا نعمل سكيم يجمع بين الأملات الأروماتية واليوريا وأملاح الأنيلين والسلفانيليك أسيد وفقا لنوعية العناصر اللي موجودة في كل مركب منهم. ففي هذا الأسبوع يتبع الأسبوع الرابع أيضا، ولكن أكثر تحديدا لكيفية العمل مع المركبات التي تحتوي على different elements زي النيتروجين السلفر الهالوجين. بداية احنا هنعرف الاول الكيميكال ستراكشر اللي احنا عرفناها برضو في الاسابيع الماضية للمركبات اللي بتحتوي على نيتروجين اونلي، يعني طبعا مش نيتروجين لوحده بدون كربون وهيدروجين او اكسجين. احنا بنقول انه العناصر دايما اللي احنا بنكشف عنها في الاورجانيك كومباوندز اللي هي النيتروجين والسلفر والهيدروجين. فايه المركبات اللي بتحتوي على النيتروجين في المركبات اللي احنا درسناها في اتكلمنا عليها في الفيديوهين السابقين؟ اليوريا والبراتونيودين والدايفينايل امين والبيتا نفسيل امين والالفا نفسيل امين. طب ما هي المركبات containing nitrogen and halogen؟ مين فاكر اللي فيها نيتروجين وهالوجين؟ على فكرة احنا لم ندرس هالوجين الا الكلور فقط، يعني لا خدنا مركبات فيها بروم ولا كان مركبات فيها يود. المركبات اللي احنا درسناها او المركب اللي احنا درسناه هو الذي يحتوي على هيدروجين وهو الانيلين صوت اللي هو انيلين هيدرو كلورايد او نطلق عليه ممكن انيلين يم كلورايد. المركبات containing nitrogen and sulfur نعم اللي هي فيها النيتروجين والسلفر، الانيلينيوم صلفيت والسلفانيليك اسيد. بس السلفر اللي في الانيلينيوم صلفيت يختلف عن السلفر اللي موجود في السلفانيليك اسيد. السلفر اللي موجود في الانيلينيوم صلفيت اسمه ايونيزر سلفر، متعين على اية ايونية، يعني لا يوجد attached directly to phenyl ring او aromatic ring، لكن السلفر اللي موجود في السلفانيليك اسيد نون ايونيزد، يعني تختلف السلفر اللي هنا عن السلفر هنا، ولذلك الديتكشن عندهم بتختلف الى حد ما. علشان لما يكون عندي لما اجي اكشف عن element test هلاقي السلفانيليك اسيد فيه سلفر والانيلينيوم سلفيت فيه سلفر، طب افرق بينهم ازاي؟ وهذا ما سنعرفه في السلايد القادمه ان شاء الله. لا مش قادمه، يعني انا قصدي يعني واحنا ماشيين كده. الكومباوند اللي بتحتوي على نيتروجين، معلش هذا السهم طلع كده ما عملتش حسابه، يعني عايزين بقى سكيما
بتاع الإليمنت تيست اللي فيها الجدول رقم 2 اللي بيحتوي على نيتروجين ونو سلفر ونو هيدروجين. ايه المركبات اللي انت درستها بتحتوي على نيتروجين دون السلفر والهيدروجين؟ غيبر اروماتيك امين، بايفينايل امين، واليوريا. حد يقول لي ما احنا درسنا وطبعا البراتولوجين، طبعا البراتولوجين لانه اروماتيك اروماتيك امين، برايمري اروماتيك امين، برايمري اروماتيك، عشان احنا بنقول برايمري اروماتيك امين. واحد بيقول الالفا نفسها الامين، طب ما هي ايضا ضمن البرايمري اروماتيك امين. واحد ثاني بيقول البيتا نفسها الامين، نعم برايمري اروماتيك امين. لكن حد يقول انيلينيوم سلفيت، حد يقول انيلينيوم هيدروكلورايد، لا. افصل بقى، وزي ما قلت لكم قبل كده انه دائما يبقى بعمل تجربه بتكون عندي انون ومش عارفه تحت الجدول اللي قدام مننا دلوقتي. يعني الجينرا ثلاث مركبات، ولكن هما في الحقيقه خمسه، لكن ازاي افصلهم عن بعض؟ فبعمل تجربه تفصل لي واحد عن الباقي، او تفصل اثنين عن الباقي، ولما تفصل اثنين اخد دول واعمل لهم تجربه ثانيه تفصلهم عن بعض. يا رب نكون فاهمين ان موضوع الفصل ده مهم جدا، التكنيك ده مهم. فانا هاخد السوليد، الماده السوليد، دايما يا جماعه لما نتكلم عن السوليد يفضل دائما الانابيب عندك تبقى نظيفه كلين. ولما يقول لك دراي تيست تيوب يعني لابد ان تكون دراي تيست. لما اخد الصوديوم واضيف عليه صوديوم هيدروكسيد وبقول لي بويل اغلي، خلي بالنا في تجربه اخرى الصوليد مع الصوديوم هيدروكسيد او الصوليوشن مع الصوديوم هيدروكسيد بدون غليان، يبقى تجربه التعرف على الامونيا بالعربي كده لانها هتديني امونيا هكتعمل وهرها كويس، هديني ريحه الامونيا. ففيها طريقتين، طريقه على البارد وطريقه على الساخن بعد التسليم بعد البويلنج. اللي بتقطي على البارد لو انتوا فاكرينها في السكيم الماضي مع املاح الاحماض يعطيني ريحه الامونيا على البارد، لانها سهله جدا ان الصوديوم يحل محل الامونيوم كاتايون ويخرج الامونيا على البارد. لكن في اليوريا بيحتاج يكسر المركب، فلازم من التسخين يكسر المركب عشان يخرج الامونيا من داخل اليوريا، وهنشوف التجربه دي بوضوح. فاذا خرجت عندك امونيا بعد التسخين وريحه امونيا ظاهره، فتاكد ان عندك يوريا. اتاكد بقى بتجربه اسمها البايوريت تيست. يبقى البايوريتست مميزه للايه؟ لليوريا. طب خلاص عرفنا، فصلنا بقى احنا دلوقتي ايه؟ البراتولوجين؟ لا اليوريا، فصلنا اليوريا. طيب ما هو يا اما تعطي ريحه امونيا يا اما لا تعطي ريحه امونيا، ولا في لون تاني؟ ما اعطتش ريحه امونيا، اعمل التجربه اللي بعدها الازو باي اللي هي دايز ترانزيشن اند كوبلينج. ليه؟ عشان افرق بين الدايفينايل امين وبرايمري اروماتيك امين. ما هم الاثنين بيدوا، لا مش الاثنين مجايات. لو انت فاكر في الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن برايمري اروماتيك امين والدايفينايل امين، قلت لكم ان الدايفينايل امين لا يعطي دايزوتايزيشن اند كوبلينج، لا يعطي الاندوبلاي، ولكن بيعطي مركب اسمه النيتروزو كومباوند اللي هو مجموعه النيتروزو على النيتروجين. وهناك فرق كبير بين النيتروزو كومباوند والدايزونيوم صوت.
ده نيزونيوم سولت ممكن اعمل بيه كابلنج مع فيل، لكن النيتروجو كومباوند لا يمكن ان يعطي نيزونيوم، او لا يمكن ان يعطي كابلنج مع فيل. عشان كده التجربه دي بتفرق بين الدايفينيل امين او عامه الداي امينز والبرايمر اروماتيك امين. برايمر اروماتيك امين تعطي الازو دايف فورميشن. طب اذا هتعطي ايه؟ فاكرين هتعطي ايه مع الدايفينيل امين؟ تعطي يوري بريسيبيتيت. عشان تتاكد ان عندك دايفينيل امين اعمل ميثيليشن، وطبعا احنا حكينا عنها. عظيم، هو مع النيتريك اسيد وحاول وجود حمض الكبريتين المركز. يبقى انا فصلت مين دلوقتي؟ بدات فصلت اليوريا، ما عنديش يوريا، طلع ما طلعش عندي يورو بريسبتيت، يبقى ما فيش عندي ضيفينيل امين. طب امال ايه الموقف الثاني؟ قد يعطيك الريد بريسبتيت اللي هي الدايزوتيزيشن دي قبل، ممكن تعطي ريد بريسبتيت. اللي بيعطي ريد بريسبتيت يا جماعه، وده بالذات بيبقى مع البيتا نفسها الامين، يبقى برايمري اروماتيك امين. يبقى اللي عندك ده برايمري اروماتيك امين. طب انت عندك كم نوع انت درسته من برايمري اروماتيك امين؟ بارازولامين، الفا نفسها الامين، بيتا نفسها الامين. طب يا عم عايز افرق بينهم، انت عندك ثلاث مركبات اهو، عايز تفصل بينهم، اعمل تجربه اسمها ايه بقى؟ الفيري كورايت سوليوشن او فيري كورايت تيست. هتلاقي في بعض الفيديوهات انا كاتب او كان بنتكلم بنقول فيري كورايت تيست، وبعضها عشان اذكرك كل شويه اقول لك خد الالكوليك سوليوشن مع الفيري كورايت سوليوشن. هيعطيك حاجتين، يا اما يعطي بلو كلر يبقى الفا نفسها الامين. يبقى انت فصلت الالفا نفسها الامين عن الاثنين الباقيين. مين الباقيين الاثنين؟ البيتا نفسها الامين والبارافلوجي. خلي بالك احنا ماشيين بقى خطوه خطوه كده، عاملين نفس المركبات اهو. طيب ما اعطانيش بلو كلر، ما اعطيش اللون الازرق، يبقى ليس الفا نفسها الامين. قد يكون ايه بقى؟ يا اما بقى طبعا ما هو الباقيين البارافلوجي او البيتا نفسها الامين. عملوا تجربه اسمها اويل توب، يعني مركب بتغليه مع الماء، بغلي اي سوليد. طبعا مش هروح اجيب السوليوشن، هجيب سوليد احط عليه بعض الماء واغلي. اذا عطى اير دروب يبقى ايه بقى؟ بارازولامين. اذا لم يعطي اير دروب يبقى مين؟ بيتا نفسها الامين. اتوقف كده؟ لا يا عم، انت عندك تجارب تاكيديه، عندك الفا نفسها الامين لتجربه احنا عملنا عليه نيتريشن، ده خلاص وضح. فالفا نفسها عفوا لازم الدايفينيل الامين خلاص انا اقصد، لكن الالفا نفسها الامين عندك تجارب كثيره. ابدا اعمل تجارب كم تجربه، ارجع بقى للسكيم بتاع ايه؟ برايمر اروماتيك امين، البراتولودين ايضا، البيتا نفسها الامين. يعني دايما يا جماعه لما يخرج عندك مركب، يطلع عندك مركب فصلته يعني بالسكيم ما شاء الله الواضح ده، يبقى اذا انت الان عندك مركب مطمئن انه ده يعني بقى معروف، فلازم تعمل عليه تجربه، على الاقل تجربه تاكيديه او تجربتين. وخلي بالك دائما باكد واركز جدا على موضوع الاليمنت تيست، اذا طلعت خطا فانت كل تجربك خطا. لو انت الجدول بتاعك ده طلعته نيجاتيف نيتروجين ونيجاتيف سلفر ونيجاتيف، او يعني لا يوجد يعني ولا يوجد هالوجين، هتلاقي نفسك رايح في حته ثانيه خالص. يعني انت رايح مثلا كليه التربيه لقيت نفسك رايح كليه التجاره. فالموضوع يبقى مختلف خالص. هتروح هناك تلاقي لا تلاقي معمل كيمياء ولا تلاقي حاجه، هتلاقي حاجات فيها بقى محاسبات وموضوع مختلف كليا. نكمل بقى. طب ايه المركبات بقى اللي فيها نيتروجين والهيدروجين؟ انيلينيوم مين بقى؟ ايوه انيلينيوم هيدروكلورايد. ان شاء الله انتوا واخدين بالكم يعني. يبقى فيه هنا نيتروجين، فيه هيدروجين. ده بقى من ابسطهم. ليه؟ لانه انت هو مركب واحد اللي عندك،
لا تحتاج تفصل ولا حاجه. هتعمل ايه بقى؟ كنت تجارب تأكيدية بتاعك. خلي بالك احنا فاكرين الانيليا والديكورات قلنا عليه عنده هالوجين ايونيزابل بيتفاعل مع تجربة السيلفر نيتريت دي مهمة جدا له، بيعطيك رسم ابيض واضح جدا. بعمل له الازو داي فورميشن او الدايزيشن دي كابلنج، واعمل له الاسيديتي عشان ياكد ان في اسيديتي. واحد تاني بيقول لي الله يا عم الانيلين سعرانين يا معالي الكولات بعطي اسيديتي، ده انيلين. خلي بالنا يا اخوانا، اتفقنا من ساعتها في ساعه ما كنا بنتكلم عن الانيلين سولتس، كنا بنقول ان الانيلين سولتس فيها حمض، انت اول ما بتذوبها في الميه بتتفكك، فيها يعني حمضيه، بتعمل لها حتى الاكشن اوف ليتمس بيبر تلاقي بتحول الورقه الزرقاء الى ورقه الحمراء. يعني لازم يعمل اسيديتي، بس طبعا الاسيديتي بتبقى اضعف من الكربونيك الكربوكسيليك اسيد. في مركب تحتوي على النيتروجين والسلفر، مين هي بقى؟ فاكرين لما في البدايه بقى قلت لكم ان عندي مركبين فيهم نيتروجين وسلفر اللي هو درسناهم يعني. طبعا في مركبات كتير فيها نيتروجين وسلفر. الانيلين صلفيت او الانيلينيوم صلفيت مع السلفانيليك اسيد. السلفانيليك اسيد لو انتم فاكرين قلنا السلفر بتاعه نون ايونيزر. الانيلين صلفيت السلفر بتاعه ايونيزر. يعني ايه ايونيزر؟ يعني مش مرتبط بالحلقه، متأين في شكل ايوني، يعني يقدر يعطي تفاعلات زي ما الانيلينيوم هيدروكلورايد فعل مع السيلفر نيتريت، يقدر اعمل له تجربه اخرى مع حاجه مع محلول البريوم كلورايد، يبقى هنا اسمها البريوم كلورايد تيست. لما اقول اكواس اور الكوليك سوليوشن ذا البريوم كلورايد، يبقى البريوم كلورايد سوليوشن، معلش يمكن ما كتبتهاش، بريوم كلورايد سوليوشن. هيعطي مع مين بقى؟ مع الانيلينيوم صلفيت، يعطي رسم ابيض. لو لم يعطي طبعا اعمل بقى تجربه التجارب التاكيديه بتاعه الازوداي والاسيديتي ايضا اتاكد منه في اللون. لو ما اعطاش رسم ابيض يبقى انا عندك سلفر غير متأين، يبقى انا عندك سلفانيليك اسيد. هذا السلفانيليك اسيد بعمله برضه تجربه الازوداي فورميشن والاسيديتي تيست. يعني السلفانيليك يا راجل، ده احنا لسه ده احنا اتكلمنا في الفيديو الماضي بالسلفانيليك اسيد دي بالذات في الدايزيشن اللي قبلك، وقلنا ليه بيعطي، ارجع ليها الله يخليك. وكمان بيعطي اسيديتي، ايوه يا اخي بيعطي اسيديتي، لعندك عندك مجموعه السلفونيك مجموعه قويه، مجموعه حمضيه قويه. هو شوف بقى انا يعني رجعت تاني. الحقيقه انا مش هقولها بقى، يعني ترى انا زهقت ان انا اقول الدايستالجين انتي كابلنج كام مره. انا قلتها دلوقتي يمكن ما اعرفش 6 مرات ولا 7 مرات، لكن هي لكل اللي يعني بتتكرر وكل ما نفهمها اكتر. ولكن لازم التجربه دي تبقى عارفينها كويس قوي قوي. قلنا التيوب 1 تيست تيوب 1 بيبقى فيها البرايمري اروماتيك امين سوليوبل ان كونسنتريتد اتش سي ال، وبعدين الانبوبه الثانيه بيبقى فيها صوديوم نيترايت سوليد بدوبه في اتش في اتش 2 او او الكولد ووتر ويفضل ديسل ووتر باقل كميه. الانبوبه الثالثه بيبقى فيها الفينول مذاب في يعني كميه زياده شويه من الصوديوم هيدروكسيد. التكنيك لهذه التجربه باخد محلول الصوديوم نيترايت، وهنا لسه ما حصلش لسه على النيتروس اسيد، اخد الصوديوم نيترايت سوليوشن وليس سوليد اللي هو بردتهم بقى عند درجه حراره زيرو، واضيفه على الانبوبه الاولى اللي فيها برايمر اروماتيك امين ده في الاتش سي دي المركز، وابرد الثاني هلاقي عندك لون اصفر ظهر، او يمكن يبقى راسب حتى، بس راسب جيسكس شويه، قصدي سوليوشن زيشفاس يعني مركز شويه، ركبه كويس جدا وبره الثاني لغايه 0 درجه مئويه، وبعدين اقلب هذا الميكتشر على الانبوبه الثالثه اللي فيها الفينول ومع الرجل كويس، هتلاقي عندك بقى الازوداي. خلي بالنا ان الازوداي ثاني بتعمل يعني لازم تكون لابس فيه، يفضل يعني تكون لابس كوانتي علشان لانها صبغه وبتلزق في الايد لما بتقلب.
طبعا انت بتشتغل فممكن تقع على ايديك، تبقى ظاهره كده انت يعني تمشي كده، تبقى عارف ان انت كيميائي وعامل نسبه للزاوية بوزيشن اند كوبلي. الخطوه بقى اللي هي الثانيه اللي هي اضافه الميكتشر الزونيوم سولت على الفينول، بنسميها الكوبلينج ستيب، اللي هي بقى بعمل احصل منها على الصبغه. يبقى الخطوه الاولى اللي انا عملت الخلطه الاوليه سميتها الدايستايزيشن، والخطوه الثانيه سميتها الكابلنج. وقلنا ثاني مره او عاشر مره انه هذه التجربه بتعرف بيها على الفينول والالبين. عشان بقى برضه على كل مره نتعلم ازاي نكتب، انا عندي انون وطلع رقم 3، ولقيت الماده انسوليبل، لقيتها كالرز، لقيتها كريستال، لقيتها سوليد، لقيتها بيزك. وخلي بالكم بقى من بيزك دي، يعني بيزك او اسيديك او نيوترال. يعني الاقي واحد كاتب في الفيزيكال بروبرت بيزك، بيزك ان نيوترال ان نيوترال، يعني بيحول ورقه الحمراء الى زرقاء، ورقه ليتمس بيبر بيحولها الى زرقاء هي اللون الاحمر، وفي الاخر بيطلعوا ساكسينيك اسيد مثلا، او طلعوا انيلين هذا القريب. خلينا هنا في السكيما اللي احنا فيها دي، يعني ما ينفعش، انت بتنقض نفسك. في الاجنيشن طبعا لعيب بيقول لي بيديني لهب اللي هو السوتي فليم اللي هو اللي بيعمل دخان او هباب اسود. الكيميكال تيستس بقى اول تجربه طبعا اللي بتست، لقيت عندي نيتروجين، بس لما عملت الاليمنت تيست لقيت عندي نيتروجين. يبقى المركب اللي عندك احتمال يكون ايه بقى؟ انهي هيدروجين كلوريد؟ لا طبعا، لانه ما فيش هالوجين. هتقول لي يعني دي نمصد، ما ينفعش. فكر بقى كويس، يبقى عندك برايمر اروماتيك امين، دايفينال امين، او يوري. هو الاسكيما الاولى، وانا الحقيقه اخترت هذا المثال على اساس انه بياخد وقت شويه في الشغل، يعني بيديك ازاي تقدر تتحرك اكتر. يبقى اول تجربه هنعملها ايه فاكرين؟ باخد السوليد بشوف واغليه مع السوليد مع الاكسيد سوليوشن واشوف في ريحه امونيا ولا لا. لا يوجد ريحه امونيا، يبقى اليوريا موجوده، يوريا از ابسنت. مفيش داعي بقى اكتب بقى احتمال ات مي بي برايمر اروماتيك امين اور دايفينال امين، يعني ما تعملش بقى موضوع، بقى عندك كلمتين اكتبهم، يوريا از ابسنت. او هي التجربه اصلا بتتعمل علشان تتعرف على اليوريا، فانت من قصيرها خدها قول اليوريا از ابسنت. انا بقى هنقل الناحيه الثانيه، فاكرين السكيم على الناحيه الشمال، واعمل الازوزاي فورميشن عشان ابدا اتعرف او افصل بين الدايفينيل امين وبرايمر اروماتيك امين. ده بيعطيني ريد بلستين. واحد بيقول دايفينيل امين، طبعا لا يمكن، لان دايفينيل امين لا يعطي داي، فهو يلو بريد بيعطي يمكن يلو بريبستيت، لكن عندي طلع ريد داي. يبقى ده برايمر اروماتيك امين ولا دايفينيل امين؟ برايمر اروماتيك امين. بس تعالى بقى نفصل البرايمر اروماتيك امين، اعمل مين؟ الكلور سوليوشن مع الفيريل كلورايد سوليوشن، لقيته لا يعطي لون. مين اللي بيعطي لون اصلا مع الفيريل كلورايد؟ الالفا نصيل امين بيعطي بلو كلر لو انت فاكر. هنا بقى لم يعطي لون، يبقى عندك بيتا نصيل امين او برط لون، يعني يدايا افرق بينهم بمين؟ برافو. اعمل تجربه الاويل دروب اللي هي غليان، بيسموها اويل دروب، وانا كتبتها هنا بويلنج ويز ووتر علشان افكرك انها اسمها اويل دروب او تغلي مع الماء. بغلي مع الماده طبعا، اغلي مع ايه؟ مع الماء سوليد ولا السوليوشن؟ سوليد اغليه مع الميه، الاقيه بيعطيني اويل دروبس، يبقى اللي عندك ده بارت. طب لو ما عطاش اويل دروب يبقى بيتي نفسها امين، يبقى انت اطمئنيت ان عندك بارت جديد وشكرا. واجي في الاخر في نهايه الريبورت اقول له الانون بتاعي بارت مودين، عايز بقى تزود تقول لي انون هم برايمر اروماتيك امين بارت مودين
او الانون نمبر 3 از باراتون ودين، واقول له الكيميكال استراكشر للباراتون ودين، ويبقى انت عملت اللي عليك واكملت الشغل بتاعك كما يجب، وتشوف بقى انون تاني تلحق قبل ساعتين ما يخلصوا. وشكرا، واشوفكم على خير في الاسبوع القادم الذي سنتحدث فيه عن ايه، هنتكلم عن لا اذكر والله دلوقتي، يعني احنا عندنا احنا اتكلمنا عن الاملاح الامينات، هنتكلم بقى عن سكيم عام يشمل، احنا اتكلمنا عن الفينولات، اتكلمنا عن الاحماض الاروماتيه، الاحماض الاروماتيه الكربوكسيليه والاحماض الفيتيل كربوكسيليه، الاحماض الفيتيل كربوكسيليه الصلبه واملاحهم، وكلمنا عن الامينات بقى، خلصنا الامينات دلوقتي واليوريا والسلفانيليك اسيد واملاح الانيل، يبقى نتكلم ان شاء الله في الاسبوع القادم والاسبوع اللي بعده اللي هو الخامس والسادس، هنتكلم عن جنرال سكيم اللي هو هيلم بقى الكلام ده ويعملهم في سكيم واحد. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.